تمكنت الفرق المتنقلة للشرطة القضائية صيف من شل نشاط شخص خطير يحترف ترويج المؤثرات العقلية في وسط الشباب. العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي ب 1900 كبسولة وقارورتين من دواء مؤثر عقلي والتي كانت موجهة للترويج وسط المدينة، إلى جانب حجز مبلغ مالي يقدر ب 46000 دينار جزائري يعد من عائدة ترويج هذه السموم. ملف جزائي أنجز ضد المعني وأحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.